ولكن قبل أن يتوجه صلى الله عليه وسلم إلى منطقة فدك ووادي الخرى، نجده صلى الله عليه وسلم كما تذكر كتب السير ينهى أصحابه رضي الله تعالى عنهم عن أمر، وذلك أنه ثبت في الحديث عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله وعن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، وكان يقصد بها كما يقول ابن عمر شجرة الثوم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية: فليعتزل مصلانا. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر أو قال هذا الحديث في خيبر. العلماء مختلفون الذين كتبوا في سيرته صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الحديث. منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يوم أراد الخروج من المدينة المنورة إلى خيبر، لأنه قال: فلا يقربن مسجدنا. ومسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فالنهي كان لمسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يتحقق حينما يكون موجودا في خيبر، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. إلا أن الأظهر من هذه الأقوال هو القول الذي يقول إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أثناء فتح خيبر، لأن هناك من أهل العلم من قال إنه قاله يوم رجع من خيبر، لكن الأوجه أنه قاله يوم فتح خيبر. ذكرنا من قبل أنه في الأيام الأولى يوم فتح حصون النطاه ابتلي الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجوع، وذلك أنهم لم يجدوا شيئا من الطعام، فما أخذوه معهم من المدينة المنورة ما كان يكفيهم. لذلك ما إن رأى الصحابة بعضا من الحمر التي فرت من اليهود من يهود خيبر إلا وأسرعوا إليها لتذكيتها، وغلت بها المراجل كما جاء في الرواية، لأن هؤلاء ما كانوا يجدون طعاما، وإلى ذلك الحين ما كانت الحمر الأهلية أو الإنسية ما كانت محرمة، فغلت بها القدور وأخذوا يطبخونها، إلى أن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الذي يطبخونه، فقيل له إنهم يطبخون الحمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وقد ذكرنا هذا الأمر من قبل. الأظهر من الروايات يثبت أنهم في هذه المرحلة حينما حرمت عليهم الحمر الإنسية ولم يجدوا طعاما، ظهروا على شيء من البقوليات التي كانت في مزارع خيبر، ومن هذه البقوليات التي ظهروا عليها كان من هذه البقوليات الثوم والبصل، فالقوم لا يجدون شيئا يأكلونه، لذلك أكل كثير منهم من الثوم في ذلك الموضع، كما تفيد ذلك رواية صحيحة في صحيح الإمام مسلم فيها أنهم من شدة المسغبة يوم خيبر لم يجدوا شيئا يأكلونه سوى الثوم، فأكلوا الثوم الذي ظهروا عليه في شيء من مزارع خيبر. لذلك بالجمع بين هذه الأمور كلها نقول إن هذا الحديث أو إن هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم كان يوم فتح خيبر، لأنهم بعد فتح حصون النطاه لم يجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسغبة، بل فتح الله تعالى عليهم ما فتح من الخيرات والطعام، فلا حاجة حينها لأكل مثل الثوم كما تعلمون. لذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: فلا يقربن مسجدنا. الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عبارة كهذه العبارة، كان يقول مسجدنا مثلا، أنه يقصد بها المسجد النبوي، إلا أننا في هذا الموضع مع هذه القرائن اليسيرة التي ذكرتها يقصد بقوله مسجدنا أي مكان تجمع المسلمين، وذلك أنهم جاءوا بعد أكلهم للثوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعهم صلاة الجماعة كما تعلمون، فأرادوا
أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقربن مسجدنا أي مكان تجمعنا، أو لا يقربن مكان صلاتنا، لأن أي مكان يصلي فيه الإنسان هو مسجد، فإن هذه الأمة أمة مرحومة تصح صلاتها في أي موضع، فحيثما صلى الإنسان فمعه وضوءه، معه مسجده، يصلي في أي موضع ويعد ذلك الموضع مسجدا لأنه يسجد عليه. لذلك فلا يقربن مسجدنا أي لا يقربن مكان تجمعنا للصلاة. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحسس من رائحة الثوم والبصل، كان يتحسس منها صلى الله عليه وسلم، حتى أنه من الثابت عنه أنه كان لا يأكل الطعام الذي فيه شيء من الثوم. بعض الصحابة فهموا من هذا النهي أن هذه الشجرة أطلق عليها هنا في الحديث لا تأكلوا من هذه الشجرة وهي الثوم، مع أنهم يطلقون في اللغة لفظة الشجرة على ما كان له ساق من النباتات، أما ما كان في الأرض فيطلقون عليه أنه نجم، إلا أن هذا الحديث يمكننا أن نستدل به على أنه يمكن أن يطلق على مثل هذه الشجرة، على مثل الثوم، أنه شجرة. المهم هذا مبحث لغوي آخر لا يهمنا الآن، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كما قلت كان لا يأكل منها. وحينما استنبط بعض الصحابة من هذا الحديث أن أكل الثوم محرم، تجده صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأمر، فقد جاء أنه أعطي صلى الله عليه وسلم شيئا من البقوليات، يعني هنالك صحن من الطعام فيه بقوليات، وحينما أحس صلى الله عليه وسلم أن فيه ثوما امتنع عن أكله وأعطاه بعض الصحابة ليأكله في ذلك الموضع. الرجل عجب، كيف تعطيني شيئا أنت لا تأكله؟ فعلل له صلى الله عليه وسلم سبب امتناعه وقال له: يا هذا إني أناجي من لا تناجي أنت، أي أنني أستقبل الوحي، أستقبل جبريل عليه السلام. لذلك فتعظيمه لهذا الموضع لجبريل وللقرآن الكريم ولوحي الله تعالى يحمله على أن لا يأكل هذا الثوم، على أن لا تكون رائحته إلا طيبة. لذلك جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. إن كان بنو آدم يتأذون من رائحة الثوم لأنها رائحة كريهة، فالملائكة يتأذون من ذلك. ومن هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب هذا الأمر تعظيما للوحي، تعظيما للقرآن الكريم، تعظيما لحضرة مناجاته لجبريل عليه السلام. إلا أنه من هذا الحديث يؤخذ أن أكل الثوم من حيث الجملة ليس بمحرم، وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يأكل شيئا من الطعام فيه ثوم. بعض الصحابة كان يحرص على أن يأكل من الموضع الذي يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في يوم من الأيام يسأل عن موضع أكل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يرى مكانه، وقالوا له إنه لم يأكل. وحينما سأل عن السبب تبين أنه كان في ذلك الطعام شيء من الثوم فلم يأكله صلى الله عليه وسلم. من هذا كله نهى صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم عن أن يصلي مع جماعة الناس. هذا النهي كان تعظيما لحال الصلاة، كما أن هذا النهي كان منه صلى الله عليه وسلم لأنه يكره الروائح التي يكرهها بنو آدم. لأننا إن نظرنا إلى سيرته العامة في هذه الغزوة وفي غيرها نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستديم استعمال الطيب، حتى جاء أنه كان صلى الله عليه وسلم يذهب كثيرا من ماله في الطيب، يتطيب، بل كان صلى الله عليه وسلم يتطيب بأفضل الطيب الموجود. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، لإحرامه حين أحرم حينما أراد الإحرام، ولإحلاله حينما أحل. وبعد إحلاله من العمرة كان يسارع إلى التطيب بمجرد أن يحل صلى الله عليه وسلم،
لذلك ما كان يرى منه إلا الطيب، والصحابة يقولون بأنهم كانوا يجدون أثر الطيب على أيديهم حينما يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نجد أن هذا الهدي العام الذي كان يحرص عليه يتعارض كل المعارضة مع ظهوره صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهو برائحة الثوم، لذلك كان يجتنب الأمر وكان ينهى الصحابة عن ذلك. بل جاءت بعض الروايات مفيدة أن بعض الصحابة حضر المسجد النبوي وكانت فيه رائحة ثوم، الرجل لم يذهب هذه الرائحة بل جاء المسجد وفيه هذه الرائحة، فأمر به أن يخرج إلى البقيع وأن يصلي في المسجد حتى لا يؤذي المصلين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه هذه الرائحة. المقصود كما ترون هنا ليس تحريما للثوم، فالثوم فوائد عظيمة قد يضطر بعض الناس إليه، إلا أن المقصود الأهم أن لا يظهر الإنسان برائحة كريهة في المسجد ومع المصلين، لأننا ما أردنا بالصلاة إلا أن نجمع الناس وأن نؤلف بين قلوبهم، ومثل هذه الروائح الكريهة قد تكره الناس وقد تفرق الجماعات. لذلك جاء في بعض الروايات أن امرأة جاءت تشكو زوجها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعمر حينما استدعى الرجل كانت تطلب الطلاق، فعمر حين استدعى الرجل رآه رجلا شعثا به من الروائح الكريهة ما به، لذلك جاء بالرجل قبل أن يكلمه في أي أمر، جاء به وأمره أن ينظف نفسه، أن يتجمل وأن يتطيب، ثم إنه دعا بزوجته فرأته على ذلك الحال فقال لها: عمر، أما زلت تريدين الفرقة؟ فقالت له: لا يا أمير المؤمنين. بمعنى أن من الأمور التي تؤلف الناس وتجمع بينهم وجعلها الله تعالى فطرة في القلوب أن يظهر الإنسان بالمظهر الحسن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا حظا عظيما. لذلك فالنهي هنا إنما هو عن الرائحة الكريهة، فمن استطاع أن يحتال على هذه الرائحة الكريهة وما كان هنالك أحد يجدها منه فإنه لا حرج عليه أن يأكلها في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة، فالمطلوب أن يكون الإنسان ذا رائحة طيبة حسنة، أو على الأقل أن لا يكون ذا رائحة كريهة. وهكذا إن كان في مكان صلاته أناس بهم مثل هذه العلة فإنه لا حرج عليه بإذن الله تعالى، لأنها لمصلحة الناس وليست أمرا تعبديا لذاته. يحمل على الثوم كل رائحة كريهة، جاء في النص ذكر البصل أيضا أنه من الروائح الكريهة التي كان صلى الله عليه وسلم يكرهها، لذلك قال أهل العلم إنها بالنص منهي عنها، ويحمل عليها كل رائحة كريهة ما دامت هذه الرائحة مجدلبة وليست أصلية في الإنسان، أي أنه متسبب فيها، فينهى الإنسان عن أن يأتي المسجد وعليه هذه الرائحة الكريهة. وعلى ذلك الروائح يقاس على ذلك كل الروائح الكريهة كروائح السجائر ونحوها، فكلها منهي عنها. ولو نظرت من الحديث وجدتموه يقول: فلا يقربن المسجد، أي من أكل هذه الشجرة فلا يقربن المسجد، لا يعني أنه ينهى عن أن يقرب المسجد، بل المعنى أنه لا يأكلها في وقت الصلاة، لأن الصلاة واجبة، فإن لم يقرب المسجد وترك صلاة الجماعة وهي واجبة على الأعيان فإنه يكون آثما بذلك الأكل، لأنه منعه من فرض واجب. وإن استطاع أن يصلي جماعة في غير ذلك الموضع فعسى أن لا يفوته أجر الجماعة وأن لا يكون آثما. إذا من هذا، في هذا الموضع في يوم خيبر نهى نبينا صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أن يصلي مع الناس، أن يصلي في أماكن تجمعاته في المسجد أو في غيره، لأن هذا الحكم على هذا التفسير الذي ذكرته سيدخل فيه من يصلي صلاة الجنازة وإن لم تكن في مسجد، ومثله من يصلي صلاة العيد وإن لم تكن في مسجد، المهم أنها في أماكن تجمع الناس لصلاته.
تنظرون إلى سيرته صلى الله عليه وسلم كيف أنها شملت حياة الناس، فمع كونه في حرب، مع كونه في معركة تتطاير فيها الرؤوس وتزهق فيها الأرواح، إلا أنه كان يتخلل أصحابه بمثل هذه المواعظ، كان يصلحهم صلى الله عليه وسلم في حياته، في شؤون علاقتهم بربهم، في شؤون علاقتهم مع بعضهم، في شؤون علاقتهم مع أعدائهم، حتى يكون المسلم في كل زمان وفي كل موضع، حتى يكون المسلم عنوانا على الكمال الذي يأخذه من وحي السماء، وليس هو مقودا وحي نفسه وما تشتهيه نفسه، بل ما تنص عليه الشريعة هو الذي يقتفيه، وسيكفل له ذلك بإذن الله تعالى الكمال الدنيوي والأخروي. انتهى هذا الموضع وهذا السياق، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة المنورة.